مساء الخير. مساء النور. مساء النور. أنا فادي العلي من الجولان، مقيم بالشام وموهبتي الغناء. تأثرت كتير بعمي، عمي بغني صوته كتير حلو. كنت وقت يلي بسمعه عم بغني، مع أنه كنت ما بعرف شيء أبداً بالموسيقى، كان أشعر بدني، كنت أحس أحاسيس كتير حلوة وغريبة مع أنه كنت صغير. مثل ما قلت لك تأثرت بوديع الصافي، يعني هو أبو الكل وديع الصافي. شاركت بكتير فعاليات مثل فرقة نبض، فرقة وام موسيقى، هدول طبعاً طولت فيهم أكتر وتعلمت منه واستفدت منه كتير. بالنسبة لفادي، يعني لو إنه يضل 24 ساعة عم يعزف عود ويغني أبداً ما عنده مشكلة. وأحياناً يعني أنا بقول له إنه الجيران ممكن يتضايقوا من الصوت العالي أو شيء، فبسأل الجيران بيقولوا لي لا أبداً ما عنا أي مشكلة، يعني صوت فادي وعزفه كتير حلو ونحن كتير بننبسط فيه. أهلا وسهلا فيك. من عز النوم تسرقني، بهرب لبعيد وبتسبقني. من عز النوم تسرقني، بهرب لبعيد وبتسبقني. يا حبي صرت بآخر أرض، عم تمشي وتمشي في الأرض. لو عينك بعدك لاحقني، كنا تودعنا وصوتك غاب، ناداني العمر الخالي. ولما حاس سكرت الباب، لقيتك بيني وبين حالي. كنا تودعنا صوتك غاب، ناداني العمر الخالي. ولما حاس سكرت الباب، لقيتك بيني وبين حالي. مشلوح على بحر النسيان، تركني النوم كل شي كان. مشلوح على بحر النسيان، تركني النوم وكل شي كان. وجهك ما كان يفارقني، وجرب اسبح وتغرقني. ماسترو. لا عندك. من عندي. أنا حبيت إحساسك، وحبيت كيف غنيت، وبحب أنا لما يعني حبيت فكرة إنه لما الشاب بيغني للسيدة فيروز، بحب هيك لأنه ما حيقلد أكيد. أنا ما حسيتك مرتاح، حتى أنا ما قدرت استمتع يعني باللي عم تعمله، مع إنه كنت انت عندك محاولات حقيقيه انك تظهر قدره صوتك. التونات كنت عم تحاول انه تكون صح معظم الوقت، بس يمكن خيار الاغنيه هو الخيار اللي ظلمك شوي. فانا ما بعرف، يمكن لازم نفكر بغير نمط من الاغاني. تصويت تفضل. انا جاوب على اعطيك فرصه، بس لحتى اتاكد من نظريتي هي انه نحن فعلاً مع غير أغنية رح تطلع شخص مختلف أو لا. وأنا كمان بعطيك فرصة. شكراً. وأنا كمان مشان استوضح رأيي أكثر بعطيك فرصة.